بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أتذكر معكم لحظة الموت. انظر أخي الحبيب، يجب أن تصارح نفسك وتعترف بأن الحقيقة الوحيدة التي نحن جميعا متأكدون منها هي الموت. كلنا متأكد أنه سيلاقي الموت بنسبة 100%. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الموت أخي الحبيب هو حقيقة واقعة لابد من حدوثها، والمشكلة أننا لا نعلم متى نموت، فأحدنا قد يأتيه الموت بغتة وهو نائم في حادث سيارة، غرقا، موت مفاجئ، أسباب كثيرة للموت. لذلك إذا أردت أن تعيش بسعادة فعليك أن تتذكر ما بعد الموت، لأن الخوف من الموت ينغص حياتنا. هناك أناس لديهم وسواس الخوف من الموت، هناك أناس لديهم مخاوف عندما يتذكر الموت. لماذا نخاف من الموت إذا كان ما بعد الموت هو لقاء الله عز وجل، هو جنات تجري من تحتها الأنهار؟ يعني انظروا هنا أيها الأحبة، انظروا إلى هذا المنظر البديع. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا المنظر لن تراه بعد الموت، هذا النور لن تراه بعد الموت. أحبائك وأبنائك وأهلك وأقاربك وأصدقائك وكل الأشياء التي تحبها سوف تنتهي إلى الأبد بمجرد أن تدخل في عالم البرزخ بعد الموت. طيب ما هو الحل؟ انظر أخي الحبيب، طالما أنك منغمس في هذه الدنيا لن تشعر بالسعادة. لماذا؟ لأنك تخاف من الموت. المنهمك بهذه الدنيا وملذاتها لماذا يخاف من الموت؟ لأنه شيء مجهول بالنسبة له، هو يخاف من المجهول. بينما الذي لديه علم بالموت وعلم بما بعد الموت وحياته كلها استعداد لما بعد الموت، هذا إنسان فرح، يرحب بالموت وينتظر الموت في أي لحظة، لأنه سيلقى الله عز وجل، لأنه ينتظر أن يرى مقعده من الجنة، لأنه ينتظر أن يرى الملائكة. الملائكة سوف تأتي بأجمل وأبهى صورة. الملائكة سوف تقول لك بشراكم اليوم. الملائكة سوف تقول لك لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. المناظر التي ستراها بعد الموت أجمل بمليار مرة من هذا المنظر وغيره مما هو في الحياة الدنيا. لذلك والله أيها الأحبة، أنا وجدت طريقة لعلاج الاكتئاب وعلاج الهموم وعلاج الضيق، وعلاج أن هناك مشاكل لا تستطيع حلها، هموم لا تستطيع القضاء عليها أو التخلص منها، هو تذكر الموت. لذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام أدرك هذه الحقيقة وأراد لنا الخير، فقال أكثروا من ذكر هذه اللذات. والقرآن أيضا أشار إلى ذلك، حيث إن الموت ذكر أكثر من 100 مرة في القرآن، والآخرة ذكرت 115 مرة، وجهنم 77 مرة، والجنة مع جنات أكثر من 100 مرة.
لماذا كل هذا الذكر؟ لماذا التركيز في القرآن على الآخرة؟ ليضمن لك السعادة بالدنيا. إذا أردت السعادة في الدنيا فعليك أن تستعد لما بعد هذه الدنيا. لماذا؟ أنا الآن جئت في رحلة لأرى هذا المنظر من ورائي وأسبح الله وأحمد الله تبارك وتعالى. هذه الرحلة يوما أو بعض يوم، ولكن أنا سأعود إلى منزلي. الدنيا أيها الأحبة مثل هذه الساعة التي تمضيها هنا أو هناك تستمتع بها، وبعد ذلك ستعود إلى بلدك. هل أنا أو أي إنسان عاقل يفكر أن يضع كل همومه ومشاكله في هذه اللحظة أو هذه الساعة التي سيمضيها هنا؟ لا، الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. نحن الآن في هذه الدنيا، يجب أن تتخيل أخي الحبيب أن 100 سنة التي ستعيشها، إذا قدر لك أن تعيش 100 سنة، هي ساعة من ساعات يوم القيامة. ما هو الدليل؟ الله تعالى يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وفي آية أخرى قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم في الدنيا. إذن هذه الدنيا قصيرة جدا، لا تنغر بها. القرآن كل آيات القرآن تحذرك من الدنيا، تحذرك أن تنغمس في ملذات هذه الدنيا وتنسى الآخرة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لذلك أخي الحبيب، أحببت فقط في هذه الدقائق أن تأخذ هذه الموعظة وتتذكر الموت وتعمل لما بعد الموت وتزيد رصيدك لما بعد الموت. الرصيد كيف يزيد؟ حسن الخلق، الصبر، حب الخير للآخرين، التقرب من الله سبحانه وتعالى، مساعدة الآخرين، الصبر على الزوجة والأولاد والأهل وأذى الجيران وغير ذلك. قدم العون للآخرين، قدم الخير، كن مثالا يحتذى به للمسلم الحقيقي كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التسامح، تسامح مع الناس، تسامح مع من أساء لك، هكذا تحصل على الدار الآخرة التي قال الله فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.